السلام عليكم أعزائنا الطلبة. الآن راح نكون معكم مع وصف لأيونات الطائفة الثانية من ضمن تجارب مختبر الكيمياء التحليلية للمرحلة الأولى كيمياء. أيونات الطائفة الثانية تتكون من أولاً رصاص الليد 2 والميركوري الزئبق ميركوري 2 والبزموث 3 والكبر 2 والكادميوم 2. اليوم طلاب عندنا عيني كشوفات الطائفة الثانية وهي تتكون من الرصاص والزئبقيك أيون الزئبقيك وأيون البزموث وأيون النحاس وأيون الكادميوم. عندنا كشوفات أيون الرصاص سويناها بالطائفة الأولى فماكو داعي نعيدها مرة ثانية. تتميز هذه الطائفة بكون هذه الكتيونات ممكن أن تشخص أو تميز من خلال الترسيب بصيغة كبريتيدات سلفايدز، يعني كبريتيدات من محلول يكون محمض ب 0.3 مولر هيدروكلوريك أسيد. المحلول أو الكاشف الترسيب أو محلول أو كاشف الترسيب هو يكون الهيدروجين سلفايد اللي هو كبريتيد الهيدروجين ال H2S، واللي او نقول انه احنا هو ثايوست امايد اللي هو CH3CSNH2. هذا الثايوست امايد هو يعتبر مصدر ال H2S. احنا مو بالسهولة او الطبيعي انه نقدر نحصل H2S بشكل مباشر، فلذلك يعني نحصل عليه من خلال الثايوست امايد اللي هو يكون ذوبانيته عاليه جدا بالماء ويتحلل محررا الهيدروجين سلفايد، وخاصه بدرجات حراره اللي تكون اعلى من درجه حراره الغرفه. فنشوف معادله التحلل CH3CSNH2 اللي هو الثايوست امايد زائد NH2O، يعني بوجود الماء راح يتحول الى CH3CONH2 زائد H2S، وهنا يتحرر بصيغة غاز وهذا يعمل عامل ترسيب بسبب ذوبانيته العالية بالماء. يوجد طريقة صناعية لتحرير غاز ال H2S من خلال مزيج. هذا المزيج يسمى يعني اعتمادا على كلمة H2S، H2S اللي هو متكون من السلفر والبرافين، يعني شمع البرافين والاسبستوس اللي هو يكون احد انواع المعادن يسمون الاسبستوس. العامل المرسب لهاي الطائفه اللي هي الطائفه الثانيه هو ال H2S في المحيط الحامضي. غاز ال H2S غاز يحضر انيا من ماده الثايو استامايد ونذوبها بالماء ثم نعرضها لحمام مائي تسخين، يعني فحيتحرر غاز ال H2S اثناء التسخين، وخلال هذه العملية نضيف الايون المراد ترسيبه. هذا الجدول رح نبدي هسه الايونات بوصف الايونات وعملية ترسيب الايونات. رح نبدأ اولا بالزئبق الثنائي ميركوري 2. هنا راح نشوف انه عندنا ليست او تصنيف او ليست او هذا الجدول يحتوي على قائمه من الاملاح اللي ممكن ترسب الزئبق. لو نبدي من فوق الى الاسفل، من الاعلى الى الاسفل، راح نشوف انه لما يكون عندنا ايون الايوديت اللي هو الايو 3 اي او 3 الايوديت، هذا يترسب مع الزئبق بتركيز، يجب ان يكون تركيز عالي لان يجب ان يكون قيمه كي اس بي حاصل الذوبانيه عالي لان يكون اعلى من قيمه كي اس بي، ويترسب على شكل راسب ابيض. اقل من عنده اللي هو ال اتش جي بي ار 2، يعني بوجود البرومايد او ال سي ان اس او اليود، لكن بوجود الكبريت تشوف انه تركيز واطئ من الكبريت يكفي لترسيب الزئبق. هذا معناها انه حاصل الذوبانيه واطئ، قيمه كي اس بي واطئ، اقل مقادير من الذوبانيات اللي هي قيمه اس ذوبانيات ممكن تسوي عمليه ترسيب. رح نبدي اول عمليه
أو أول تفاعلات الترسيب للميركوري اللي هو الزئبق، نشوف إنه أول شيء رح يكون عندنا خلينا نقول التفاعل المفتاح لهذه الأيونات اللي هو التفاعل الرئيسي اللي هو ترسيب الميركوري بصيغة ميركوري سلفايد. هذا التفاعل يتم من خلال حصولنا على الـ H2S اللي هو ثاني هيدروجين السلفايد، ثنائي هيدروجين السلفايد من خلال تحلل ماء ثوس أمايد. فالزئبق مع الـ H2S بوجود الماء راح يعطينا HGS اللي هو بلاك بريسيبيت، ومثل ما قلنا لازم يكون الوسط حامضي. هذا الراسب المتكون إذا أردنا ورا ما يتكون راسب نذوبه، فأما نستخدم صوديوم سلفايد اللي هو كبريتيد الصوديوم، أو نستخدم ما يسمى بالأكواريجيا يعني الماء الملكي اللي يحضر من ثلاث حجوم من الهيدروكلوريك أسيد وحجم واحد من النيتريك أسيد. معادلة العمل التفاعل مثل ما تشوفون هسه هنا HGS زائد NO3 H3O بلس مع Cl ماينس يعطينا HgCl4 ماينس 2. هذا HgCl4 ماينس 2 هذا هنا ما راح ياخذ صيغة ملح ذائب، راح ياخذ صيغة معقد ذائب مع باقي مكونات التفاعل اللي هي NO3S و H2O. عندنا ملاحظة بالأخير كتبناها إنه هنا من نقول إحنا H2S، إحنا مدن هنا ما لازم نفهم إنه هذا الـ H2S هو 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 ليست صيغة حامض مثل ما نقول إحنا H2SO4 حامض كبريتيك، أو هنا حنقول إنه عندنا إحنا حامض الهيدروجين سلفايد. هنا لا، كأنه نقول بدل ما نقول Na2S مثلا شلون نقول عندنا H2S، يعني شلون بنقول Na2S نقول داي صوديوم، هنا نقول داي هيدروجين سلفايد اللي هي صيغه الموليكولار، وكانه دلاله على انه انا عندي ايون للايون السلفايد اللي هو يكون سلايتلي ايونايزد، يعني يكون تأيونه قليل بصيغه على اعتبار انه هو الكترولي ضعيف. اول اللي حنبدي فيه بالطائفه الثانيه هو ايون الزئبقيك. اول كشف ناخذ ثلاث قطرات من ايون الزئبقيك. مع ثلاث قطرات من ثايوستامايد و نروح نسخن بالحمام المائي. ونسخن بالحمام المائي حتى يتحرر غاز الـ H2O لغاز الـ H2S فيتكون لي الـ HGS. HGS الراسب الأسود. هذا الكشف الأول. الراسب الـ HGS من صفاته أنه يذوب في الماء الملكي. شنو هو الماء الملكي؟ الماء الملكي يتكون من ثلاث حجوم من حامض الـ HCl المركز زائد حجم واحد من حامض النتريك المركز. كبريتيد الزئبقيك حيذوب بالماء الملكي، وتعرفنا على تركيبة الماء الملكي ويكون لي معقد كلوريد الزئبقيك الذائب كما في المعادلة الموضحة في الملزمة. التفاعل الثاني هو تفاعل بوجود ستانس كلورايد. نشوف ان تفاعل ستانس كلورايد حيكون عندنا تفاعل ما بين القصدير والزئبق. تفاعلاته هي اشبه بتفاعلات اكسده الاختزال، يعني هنا عندنا الاس ان بصيغه اس ان اس ال 4. هذا تشوف انه التن القصدير راح يتحول من زائد 4 الى زائد 6، اس ان سي ال 4 راح يتحول الى اس ان سي ال 6. بينما الزئبق راح يكون من الصيغه اللي يكون بها ثنائي الاتش جي سي ال 2 راح يتحول الى صيغه احاديه الاتش جي 2 سي ال 2. وبهيج حاله راح شو يسوي؟ راح يتم عمليه اختزال الزئبق من ثنائي الأحادي ويبدأ يترسب على شكل راسب أبيض. الميركوريك كلورايد هنا يعتبر مصدر إلمه للزئبق الثنائي، لذلك هو يكتب هنا بصيغة نسميها صيغة جزيئية لأنه ملح ضعيف. الزيادة من الستانس كلورايد تخلي عملية الاختزال تستمر بشكل أكبر
بحيث مو بس يتكون عندنا ميركورس كلورايد الزئبق الاحادي، كلورايد الزئبق الاحادي، ولكن يتكون عندنا الزئبق على شكل ميتاليك ميركوري، نسمي الزئبق الميتاليك المعدني، فيتكون عندنا البلاك بريسيبيتيت اللي هو راس الاسود. الثاني الايون الزئبقيك حيكون ويا الكاشف كلوريد الرصاص، فحنضيف ثلاث قطرات من ايون الزئبقيك مع ثلاث قطرات من حامض ال HCl المخفف، حيتكون كلوريد الزئبقيك اللي يكون ذائب. بعدين حضيف العامل اللي هو الكاشف ال SnCl2. حيتكون لي راسب أبيض، راسب أبيض، وبزيادة الكاشف SnCl2 سوف يتكون أيون الزئبق، العفو عنصر الزئبق اللي هو شي يكون راسب أسود، بيجوه يترسب راسب أسود اللي هو عنصر الزئبق كما موضح بالتست تيوب. الثالث لأيون الزئبقيك ويا محلول الكي اي، فحضيف ثلاث قطرات من أيون الزئبقيك مع ثلاث قطرات من محلول الكي اي، حيتكون لي الراسب البرتقالي اللي هو يوديد الزئبقيك. هو تفاعل يكون ما بين كاشف يسمى بكوبالتس تايوسيانايت مع الزئبق الثنائي الميركوريك ايون. هذا الكاشف يعطينا راسب ازرق غامق من الكوبالتس ميركوريك تايوسيانايت. التفاعل شلون يتم؟ يتم بعد ما يضيف 1 مل من محلول يحتوي على الزئبق الثنائي وواحد مل من 3 مول مولاري صوديوم اسيتيت و 0.5 مل 0.1 مولر من نترات الكوبالت. اثناء عمليه المزج المستمر واضافه 0.1 مولر امونيوم ثايوسيانايد راح يتكون عندنا الكاشف، والكاشف يتفاعل ويا الزئبق الثنائي، راح يرسب الزئبق الثنائي على شكل راسب ازرق اللي هو يكون عباره عن الكوبالتس ميركوريك ثايوسيانايد. راح ننتقل للايون الثاني من ايونات الطائفه الثانيه اللي هو البزموث الثلاثي. هذا الجدول هم راح يحتوي على ليست قائمه من مركبات البزموث تكون غير ذائبه بالماء اللي تكون بصيغه رواسب. راح ندي يعني خلينا نقول اللي اعلى قيمه حاصله ذوبانيه اللي هو البي اي او بي اي بي اي او سي ال اللي هو الهايبوكلوريت البزموث. هذا يكون راسب ابيض، بعدين عندنا البي اي بي اي اي 3 BiASO4 و BiOOH وانتهاء بال Bi2S3. لذلك هنا نشوف انه الكبريتيدات ممكن انه تترسب باقل مقدار، اقل تركيز من البزموث ممكن يرسب الكبريتيدات. دائما نبدي التفاعلات مع التفاعل المفتاح لهذه المجموعه اللي هو مع الكبريتيد بالكاشف الترسيبي اللي هو ثايوست اميد او ما او المصدر او مصدر التحلل المادي اللي هو او ناتج التحلل المادي اللي هو الاتش 2 اس. البزموث مع السلفايد مع الكبريتيد يعني يكون راسب يعني براون بلاك يعني جوزي مسود من الكبريتيد البزموث هو البي اي 2 اس 3. معادلة التفاعل واضحة اللي هو Bi3 زائد 3H2S زائد 6H2O يعطينا BiS3 ويكون راسب براوني بلاك برسبتيت، راسب يعني جوزي مسود، زائد 6H3O+.
هذا البي اي 2 اس 3 طبعا دائما من يكون اي راسب مكون لازم نشوف شنو العامل الاذابه مالته. هنا ما يذوب لما يكون عندنا حامض بارده، لما يكون عندنا حامض ساخنه مثل هيدروكلوريك اسيد او النيتريك اسيد راح يكون ممكن انه نذوب هذا الراسب. فهنا نشوف انه تفاعل بي اي 2 اس 3 زائد 2 ان او 3 ان او 3 زائد 8 اتش 3 او بلس يعطينا بي اي 3 زائد 2 NO زائد 3 S زائد 12 H2. الأيون الثاني بالطائفة الثانية هو أيون البزموث، وسوف يتفاعل ويا العامل المرسب اللي هو ال H2S مثل أيون الزئبقي. هاخذ ثلاث قطرات من أيون البزموث. وثلاث قطرات من الثايو استمايد واروح اسخن في الحمام الماء. حيتكون الراسب الجوزي اللي لونه براون. صفات الراسب كبريتيد البزموث انه لا يذوب بالحوامض المخففة الباردة، لكنه يذوب بحامض ال HCl المغلي وحامض النيتريك المغلي ايضا كما في المعادلة الموضحة. التفاعل الثاني اللي هو تفاعله مع الامونيا. الامونيا هنا يعمل أمونيا على ترسيب البزموث بصيغة ثالث هيدروكسيد البزموث. التفاعل يتم من عن طريق تفاعل البزموث مع 3NH3 وجود الماء حيث لنا BaOH by 3. هذا طبعا العامل المرسب أو هاي عملية الترسيب عند إضافة أكسس أو زيادة من الأمونيا فإنه ما راح يذوب، بالعكس راح يزيد الترسيب. يعني لأيون البزموث ويا محلول الأمونيا هناخذ ثلاث قطرات من أيون البزموث مع ثلاث قطرات من أيون الأمونيا. تلاحظون يتكون الراسب الأبيض من هيدروكسيد البزموث. هيدروكسيد البزموث راسب أبيض. بالتفاعل الثالث ايش راح نسوي؟ راح يكون عندنا تفاعل البزموث مع الستانايت ايون. الستانايت ايون او الاس ان او 2 ماينس 2، هذا الاس ان او 2 هذا ما يكون جاهز، هذا يجب ان يحضر انيا. شلون يحضر انيا؟ من اضافه 3 مولار هيدروكسيد الصوديوم قطره قطره المن الى الستانس كلورايد، الى الستانس كلورايد بحيث يتكون راسب ابيض من الستانس هيدروكسايد اللي هو SNOH by 2. وبعد ما نظل نضيف لان يروح هذا الراسب راح يتكون عندنا ستانات ايون. ستانات ايون راح يتفاعل بين البزموث، راح نسوي راح ناخذ ستانات ايون نضيف للبزموث، راح يبدي يتكون عندنا راسب ابيض من الميتاليك بزموث، من عنصر البزموث. وهذا الراسب الابيض راح تكون معادله التفاعل بهالشكل، البي اي ثلاثي ويا 3 اس ان او 2 زائد 6 او اتش ماينس، لان اساسا هو الوسط قاعدي، احنا اساسا ضايفين ان او اتش فيكون اساسا وسط قاعدي، راح تكون لنا 2 بي اي زائد 3 اس ان او 3 ماينس زائد 3 اتش 2 او. هو ويا ايون الستانيت اللي تركيبه اس ان او 2 سالب 2، لكن هذا الكاشف كاشف قلق يحضر آنيا لأنه يتفكك بمرور الوقت. فكيفية تحضيره كما يلي: حاخذ بضع قطرات من أيون، عفوا بضع قطرات من SNCl2 مع بضع قطرات من محلول NaOH and
يتكون راسب أبيض من هيدروكسيد ال هاي تكون راسب أبيض كما يلي من SNOH by 2 white precipitate. هسه بعد ذلك نضيف زيادة بعد ذلك أضيف زيادة من محلول ال NaOH إلى أن يذوب الراسب. هسه تكون عندي أيون الاستنيت. بعد ذلك أضيف بضع قطرات من أيون البزموث. فراح يتكون الراسب الأسود من عنصر البزموث. اللون الثالث من أيونات الطائفة الثانية هو الكبر اللي هو CO2 plus الكبر الثنائي. هذا الجدول كذلك يحتوي على ليست أو قائمة من الأملاح اللي تكون غير ذائبة أو شحيحة الذوبان اللي هي من بالنحاس اللي هي النحاس. هنا شنو رح ناخذ يعني من أعلى القائمة لأسفل القائمة من اللي هو يكون اقل حاصل ذوبانية اقل قيمه كي اس بي الى يعني الى من اعلى قيمه كي اس بي الى اقل قيمه كي اس بي. يعني نبدي اول شيء الايودات السي او اي او 3 باي 2 يسوون راسب ازرق, وبعدين الكرومات براون, عندنا الاوكسالات يكون بلوش وايت. رح ننزل لان نوصل للسي او اس اللي هو الكبريتيد النحاس اللي هو باقل مقدار تركيز من النحاس ممكن يكون راسب اسود. نبدأ بالتفاعل المفتاح أو التفاعل الرئيسي اللي هو تفاعل مع الكبريتيد اللي هو يكون مصدر H2S, واللي هو H2S يجي ناتج من التحلل المائي الثاني أسيتامايد. الكبريك أيون أيون النحاسي يتفاعل ويا السلفايد يكون لنا راسب أسود من الكبريك سلفايد. معدل التفاعل هو كالآتي Cu2 plus زائد 3 H2S زائد 2 H2O يعطينا CuS اللي هو راسب أسود. هذا الراسب الأسود الـ COS يكون غير ذائب بالصوديوم أو البوتاسيوم هيدروكسيد, لكن هو يعني يكون غير ذائب بالقواعد, لكن هو يكون ذائب بالحوامض الساخنة مثل الـ Hot Dilute Nitric Acid. فعندنا COS زائد 2NO3 زائد 8H3O plus يعطينا 3 Cu 2 plus زائد 2NO3S زائد 12H2O. الثالث من الطائفة الثانية هو أيون النحاس. الكشف الأول ويا الـ H2S كما يلي. ناخذ بضع قطرات من أيون النحاس مع بضع قطرات من الثايوستامايد ونسخن في حمام مائي لتحرير غاز الـ H2S. نلاحظ تكون الراسب الأسود من الـ COS. هسه نشوف الإذابة مالته. من صفات هذا الراسب أنه لا يذوب بمحلول هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم, لكنه يذوب بحامض النيتريك المخفف الحار كما في المعادلة. الاكويس امونيا التفاعل الثاني هو الاكويس امونيا. عندنا النحاسيك الكبريك ايون رح يكون مع محلول مائي من الامونيا حيكون محلول ازرق غامق.
اللي هو يجي من التترا امين رباعي امين النحاسيك معقد، اللي هو تكوين معقد رباعي امين النحاسيك. معادلة التفاعل واضحة انه Cu2 بلس زائد من 4 NH3، حيكون هذا المعقد اللي هو Cu NH3 باي 4 اللي هو يكون يعني ازرق غامق. هذا المعقد الازرق الغامق رح يتلاشى اذا حمضنا التفاعل، اذا سوينا ضفنا حامض، لانه يصير عندنا تحطم لهذا المعقد. معادلة التفاعل واضحة C1H3 by 4 2 plus زاد من 4H3O plus لح يفكك لنا اياه على Cu2 plus يكون طبعا ذائب زاد من 4NH4 plus زاد من 4H2. الكشف الثاني لأيون النحاس مع محلول الأمونيا. من نقول طلاب محلول الأمونيا يعني غاز الأمونيا مذاب بالماء يعني هيدروكسيد الأمونيوم. كما يلي هناخذ بضع قطرات من أيون النحاس مع بضع قطرات من محلول الأمونيا أو هيدروكسيد الأمونيوم، هيتكون المعقد الأزرق الغامق. التفاعل الثالث هو تفاعل النحاس مع 8 كوينولول أو 8 هيدروكسي كوينولين. راسب يكون لنا راسب اصفر فاتح اللي هو اللي يجي من الكبرك 8 كوينوليت CuC9H6NO2 باي 2. هذا الناتج يتكون من تفاعل النحاسيك مع هذا الكاشف بوجود يعني محلول مشبع من امونيوم اسيتيت من خلات الامونيا. هذا الراسب يكون عنده ذوبانية واطئة بالأسيتون وبالإيثانول. معادلة التفاعل واضحة قدامكم وتبين تكون هذا المعقد اللي هو CuC9H6NO by 2 اللي هو يكون راسب أخضر. الكشف الثالث لأيون النحاس مع محلول 8 هيدروكسي كوينولين وكالآتي، سوف نأخذ طبع قطرات من محلول النحاس مع طبع قطرات من محلول 8 هيدروكسي كوينولين، فتكون عندي الراسب الأخضر. في حالة عدم تكون الراسب الأخضر نضيف خلات الأمونيوم المشبعة. طبعا احنا ماكو داعي بهذا الكاشف، لان شنو تكون لنا الراسب من البداية. بعض الايونات ما يتكون الراسب الا بخلات الامونيوم المشبع. التفاعل الرابع عندنا اللي هو تفاعل النحاس مع البوتاسيوم فيرو سيانيد سوليوشن اللي هو K4FeCN by 6 سوليوشن. راح تكون عندنا راسب يكون يعني جوزي محمر، يكون راسب محمر من النحاس عندما يتفاعل مع البوتاسيوم فيروس يعني سوليوشن. معادلة التفاعل واضحة انه 2Cu2 بلس زائد K4FeCN by 6 تحطينا معقد اللي هو Cu2FeCN by 6 يكون عبارة عن راسب جوزي محمر من هذا واللي هو يعتبر كشف خاص، احد الكشوفات الخاصة النحاس. كشف اخر اللي هو الكشف مع الايودايد ايون اللي هي باستخدام الكي اي. عندنا يعني يتكون عندنا مزيج من
خليط من خليط يكون ذو لون يعني براون يلوش براون يعني جوزي مصفر من السي يو 2 اي 2 اند اي 2. الاي 2 يكون راسب يكون عباره عن يعني جوزي مصفر. وهذا كله شلون يتكون لما يتفاعل الكبريك ايون مع الايودايد. فنشوف معدل تفاعل السي يو 2 بلس زائد 4 اي ماينس يعطينا سي يو 2 اي 2 زائد اي 2 اللي يكون يلوش براون بريسبتيت. ونشوف انه هذا الاي 2 اذا كان اكو زياده من الاي ماينس راح يتحول الى اي 3 ماينس. الايون الرابع اللي هو ايون الكادميوم. مثل ما قلنا انه ايون الكادميوم هنا يسوي لنا يعني يسوي لنا رواسب يعني مركبات غير ذائبه تكون ملونه. راح نشوف انه حسب الجدول اللي نشوفه قدامنا او الليست او القائمه اقل اعلى قيمه كي اس بي هنا على مود يصير عندنا الترسيب اللي هو سي دي سي ان باي 6 يكون راسب ابيض. ولما ننزل الاوكسالات الهيدروكسيدات راح نشوف اقل شيء عندنا الكبريتيد كبريتيد السي دي اس. هذا الكبريتيد اللي هو مقدار قليل اي تركيز واطئ من الكادميوم ممكن يترسب على شكل كبريتيد الكادميوم. دائما نبدي بالتفاعل التفاعل المفتاح او التفاعل الرئيسي اللي هو تفاعله مع السلفايد. بنفس الشيء السلفايد يكون له مصدره هو ال H2S او تحلل الماء الثيوستامايد. الكادميوم ايون ويا السلفايد راح يتفاعلن او يتحدن مكونة محلول طبعا بوجود محلول حامضي مخفف راح يكون عندنا راسب اصفر من كبريتات الكادميوم اللي هو يكون هذا الراسب اللي يتكون راسب الاصفر يكون ذائب بالحوامض الساخنه مثل نيوتريك اسيد او سلفوريك اسيد لكن هو يعني يكون غير ذائب بالكي سي ان. معدل التفاعل واضحه سي دي زائد اتش 2 اس زائد 2 اتش 2 او يعطينا سي دي اس زائد 2 اتش 3 او ويكون عندنا راسب اصفر. الطائفه الثانيه هو ايون الكادميوم. الكشف الاول ويا محلول الاتش تي الاتش 2 اس وكما يلي. ناخذ بضع قطرات من ايون الكادميوم مع بضع قطرات من الثيوستامايد ونسخن بالحمام المائي. نلاحظ إذا لم يتكون الراسب نضيف بضع قطرات إضافية من الثايوستامايد ولو هسه بدأ يتكون إن شاء الله. وكما تلاحظ راسب اصفر من كبريتيد الكادميوم. التفاعل الثاني هو راح يكون مع الامونيا. عندما يتفاعل الكادميوم مع الامونيا راح يتكون عندنا راسب ابيض من هيدروكسيد الكادميوم. هذا الراسب هيدروكسيد الكادميوم عند اضافه اكسس او زياده من العامل المرسب راح يكون الكادميوم تترا امين كومبلكس يعني معقد رباعي امين الكادميوم السي دي ان اتش 3 باي 4 هذا يكون ذائب. فذلك عند اضافه كميه اضافيه من الامونيا راح يبدي يتكون يذوب عندنا الراسب. ومعدل التفاعل واضحه سي دي او اتش باي 2 زائد 4 ان اتش 3 اكوياس يعطينا سي دي ان اتش 3 باي 4 زائد 2 او اتش ماينس. الثاني لايون الكادميوم الكشف الثاني لايون الكادميوم مع محلول الامونيا وكما يلي. ناخذ بضع قطرات محلول الكادميوم مع بضع قطرات من محلول الأمونيا. ناخذ
يتكون دي راسب ابيض، ويجب ان نراعي عدم اضافه زياده من الامونيا. ليش؟ لان اذا اضفنا زياده من الامونيا سهذا تكون الراسب الابيض. ستلاحظون اضافه زياده من الكاشف اللي حيصير حيذوب المحلول حيذوب الراسب. فالخطوة الأولى حيتكون راسب أبيض من هيدروكسيد الكادميوم، والخطوة الثانية بزيادة محلول الأمونيا حيتكون معقد الأمونيا مع الكادميوم. وكما تلاحظون في الملزمة تأثير وتفاعل مع 8 هيدروكسيكوينولين راسب أخضر مصفر green yellow، راسب أصفر مخضر يتكون من تفاعل الكادميوم مع 8 هيدروكسيكوينولين. هذا التفاعل مع هذا الكاشف يعني يكون بوجود محلول مشبع من امونيوم اسيتيت خلات الامونيوم. التفاعل واضح انه سي دي 2 بلس زائد سي 9 اتش 6 ان او اتش زائد 2 اتش 2 او راح يتكون راسب اصفر مخضر من الكادميوم سي دي سي 9 اتش 6 ان او باي 2. هذا التفاعل اذا يعني نوضع تحت ضوء يكون الترا فايولت راح يكون عندنا يصير بيه عمليه فلوره، ويعني هذه واحده من مميزات هذا الراسب، دراسه مميزات هذا الراسب. وبنفس الوقت عندنا يعني مميز اخر يعني صيغه مميزه اخرى اللي هو عدم ذوبانيته بالاسيتون او الايثانول. الكشف الثالث لايون الكادميوم ويا محلول 8 هيدروكسي كوينولين، وكما ياتي ناخذ بضع فقرات من محلول الكادميوم مع بضع قطرات من محلول 8 هيدروكسي كوينولين، ومثل ما قلنا اذا لم يتكون الراسب حنضيف محلول خلات الامونيوم المشبعه. وكما تلاحظون تكون راسب أصفر مخضر. بعد ما انهينا الكشوفات لأيونات الطائفة الثانية رح نبدي ننتقل إلى المبادئ الأساسية لفصل الجروب يعني كتيونات الجروب الثاني رقم 2. قبل ما نبدي المبادئ خلينا ناخذ بعض الملاحظات الأساسية والمهمة. الملاحظة الأولى تقول إنه الأيونات الخمسة الأيونات هذه الخمس كتيونات هذه كلها هي تترسب على بصيغة السلفايد. شلون؟ لما يكون في وسط حامضي 0.2 ل 0.3 مولر H3O بلس لما نستخدم الهيدروكلوريك المخفف. والهيدروجين سلفايد أو ثاني أسيد أمايد اللي هو يعتبر عامل مرسب. في هذه الظروف هذه الكتيونات ممكن ان تفصل عن باقي الجروبات. يعني الجروب الثاني هو لما نستخدم الثايست اماج في وسط حامضي راح يفصل عن بقيه الجروبات. ملاحظه مهمه لازم نفهمها انه هذا السلفايد الكبريتيدات هو يعتبر عامل مرسب لايونات الطائفه الثانيه، بس مو معناها انه ايونات الطائفه الثالثه اكو بعض ايونات الطائفه الثالثه هي ممكن همين تترسب، وراح نشوفها بالجدول اللي بعدها. بس حنشوف بعض الملاحظات شلون انه اكو فروقات قليله بالذوبانيه، وشوف شلون انه ممكن عوامل يعني ظروف الترسيب ممكن انه تساعدنا في تمييز طائف عن اخرى. بهذا الجدول اللي حنشوف انه احنا على اليسار الجزء اللي على اليسار من الجدول هي الايونات اللي تترسب بوجود يعني تكون غير ذائبة رواسب بوجود 0.3 مولر HCl، وقيم الكي اس بي لها عندنا احنا الرصاص الكاديوم النحاس الزئبق البزموث والاس بي. هذه كلها تكون لما يكون عندنا تترسب لما وجود الحامض الهيدروكلوري. الجزء على اليمين او الجزء على اليمين من الجدول هي الكبريتيدات اللي تترسب من الجروب 3
من الزمرة الثالثة أو أيونات الطائفة الثالثة، هذه تكون ذائبة بوجود 0.3 مولر اس سي ال، مثل منه المنغنيز، الحديد، الكوبالت، الزنك، النيكل. هذني لما يكون وسط حامضي لح تكون تكون يعني كبريتيدات، لكن تكون ذائبة. ليش؟ لأنه الوسط حامضي، لأنه وجود 0.3 مولر اس سي ال. طلابنا الأعزاء، لح نكون هسه الآن مع مخطط، مخطط فصل الأيونات الطائفة الثانية. المخطط لح يبدي المرحلة الأولى، عندنا أيونات الطائفة الثانية بعد ما أنه تفلتر أو تصفى من الأيونات الطائفة الأولى. رح نشوف هذا في مخططات السلايدات القادمة شلون نفصل عن طبق أيونات الطائفة الأولى. أول شيء نسوي هو رح نحمض المحلول بإضافة قطرات من 0.3 مولار من ديليوت أت سي أل، ورح نستخدم على مود يعني على مود نقدر نتأكد من أنه الوسط الحامض اللي إحنا يعني استخدمناه هو من ضمن الوسط المناسب. اللي حنضيف عندنا المثل فايوليت داي، وبالسلايدات القادمه رح نشرح شلون بالضبط انه هذا اللون اللي يطلع يعني ناتج يعني وجود المثل فايوليت الوسط الحامضي شلون يختلف من تركيز الى تركيز اخر. طبعا بعد ذلك رح نضيف H2S قلنا ثايست امايد، ونسخن ونسوي عمليه السنترفيوجيشن. من نسوي عملية سنترفيوجيشن لح يتكون عندنا راسب وعندنا راشح. الراشح هو يمثل هنا أيونات الطائفة الثالثة، الراسب لح يمثل أيونات الطائفة الثانية بصيغة كبريتيدات اللي هي ال HGS، ال BBS، CUS، وال Bi2S3 and CDS. هذه الأيونات كلها تترسب على شكل كبريتيدات لما نخلي ثايست أمات وسط حامضي. على مود نبدي نفصل هاي الأيونات واحد عن الآخر، أول خطوة حنسوي هي إضافة 3 مولر HNO3، ويعني نرج المحلول وبعدين نسوي سنترفيوجيشن. لح نشوف إنه طبعا كل الأيونات ممكن تذوب. طبعا هنا نسوي عملية تسخين 3 مولر HNO3 مع التسخين. لح نشوف كل الأيونات لما نخلي لها حامض ساخن لح تذوب، ما عدا الزئبق هو الوحيد اللي يبقى يكون مترسب. هنا الزئبق من حيكون مترسب حيكون يكون اما بصيغه نترات الزئبق او كبريتيد الزئبق. الراسب قلنا هو متكون من الزئبق، على مود نقدر نذوب هذا الزئبق على مود نسوي له كشف الخاص به، نضيف يعني المذيب المناسب، الحامض المناسب للزئبق لراسب الزئبق اللي هو الماء الملكي اللي يمثل مقدار من اس سي ار 3 مقادير من HNO3. بعد ما نضيف الماء الملكي رح يذوب عندنا الزئبق ويصير عندنا بشكل ايوني. عندنا كشف خاص للزئبق اللي هو من هي اضافه الاس ان سي ال 2. على مود يبدي يتكون عندنا راسب ابيض من الكلوريد الزئبق، إضافة إلى الزئبق بصيغة قلنا ميتاليك اللي يكون بلاك أو جراي. فلما يكون عندنا الناتج هنا أما يكون عندنا جراي إلى بلاك، يعني يكون عندنا يعني خليط ما بين لون أبيض وأسود، فيكون عندنا نوع رصاصي. لح ننتقل للجزء الآخر اللي هو اللي كان بصيغة راشح. هذا الراشح لح نضيف له قطرات من الأمونيا، ونضيف مقدار اكسس من الامونيا. نحاول قدر الامكان نفحص البلد اتموس بيبر انه احنا لما نضيف الامونيا احنا سابقا قبلها حمضنا بوجود الحامض النتريك. لازم نضيف الامونيا نتاكد 100% انه صار الوسط قاعد وكل الحامض المضاف هو تخلصنا من عنده. فبعد ما نضيف الامونيا نسوي بعدين سنترفيوجيشن، حيتكون عندنا راسب وراشح. الراسب نتوقع لح يكون من يعني الايونات اللي حتترسب باضافه الامونيا اللي هي البزموث بصيغه هيدروكسيد البزموث، والرصاص بصيغه هيدروكسيد الرصاص. الراشح نتوقع انه لح يكون الايونات اللي تبقى الراشح اللي هي النحاس بصيغه CuNH3x4 اللي هو معقد الأمونيا مع النحاس أو معقد الأمونيا مع الكادميوم.
هذا الراجح احنا نحاول نقسمه قسمين. القسم الاول يعني نقسمه قسمين بتيوبين، نقسمه قسمين. القسم الاول راح نضيف له KCN، و يعني حنضيف له KCN و ثايو اسيد امايد، راح يتكون عندنا راسب من السي دي اس اللي هو كبريتيد الكادميوم، راح يصير راسب اصفر دلاله على وجود الكادميوم. اذا صار عندنا راسب اصفر يعني دلاله على وجود الكادميوم. بالتيوب الثاني راح نخلي له، نحاول نحمض محمض الخليك ونضيف له K3FeCN by 6، هذا يكون كشف مميز للنحاس، حتكون عندنا راسب يعني جوزي محمر. لح نرجع لسل الراسب اللي عندنا، الراسب لح نضيف له NaOH اتش ومع التسخين، و هذا الراسب يعني ما نضيف له NaOH اتش مع التسخين، لح نسوي له centrifugation، لح يصير عندنا راسب والراشح. بالنسبة للراشح اللي حيتكون عندنا اللي هو نتوقع يكون من الرصاص بصيغة Na2PbO2، راح نحاول نحمضه بحامض الخليك ونضيف له K2CrO4 كرومات البوتاسيوم. إذا تكون عندنا راسب أصفر من كرومات الرصاص يعني معناها يعني دلالة على وجود الرصاص. أما الراسب اللي هو نتوقع يتكون BaOH by 3، راح نسوي الكشف الخاص للبسموث اللي هو قلنا اللي هو نسوي استخدام الايون الستانايت Na2SNO2 هنا بصيغه الستانايت الصوديوم. فهنا طبعا راح يختزل البسموث الى الميتاليك بسموث الى الفلز البسموث، وراح يكون عندنا هنا كشف مميز المن لل كشف مميز المن لل البزموث. هذا السلايد هو بي تقريبا شرح للمخطط، يعني تقريبا بي شرح او تفصيل للمخطط. طبعا الطالب اذا تقرا هذا بالتفصيل هو يعني تقريبا بي يعني المعلومات اللي قرتها عن المخطط، فاذا قراها زين راح تفيدك بفهم المخطط بشكل جيد. بعض الملاحظات على البروسيجر، قلنا واحدة من الخطوات البروسيجر حكينا عن إضافة المثل فايوليت. طبعا شنو سبب إضافة المثل فايوليت؟ رح نشرح هسه بالضبط شنو دور المثل فايوليت. احنا قلنا انه نحاول قدر الامكان نثبت الحامضية على 0.3 مولر HCl، وقلنا نخلي قطرة من المثل فايوليت للخليط. المثل فايوليت يميز المثل فايوليت انه له ألوان مختلفة بتراكيز مختلفة من الحامضية، يعني وبالتالي الـ pH كل ما تختلف الـ pH كل ما تختلف الحامضية، راح نشوف عندنا ألوان منفصلة. فنشوف احنا بالجدول انه اذا كان المحلول متعادل او قاعدي المثل فايوليت راح يكون لونه فايوليت، راح يكون بنفسجي. وليش يسموه مثل فايوليت؟ لانه بالوسط القاعدي يكون فايوليت. لما نخلي له حامض 0.1 مولر H3PO4 مثل ما نعرف انه ذا 0.1 مولر يعني pH 1، راح يكون عندنا 0.1 مولر H3PO4 حيكون ازرق، اذا كان عندنا 0.3 مولر H3PO4 راح يكون عندنا بلو جرين، او اذا كان عندنا 0.5 مولر H3O+ حيكون عندنا يلو جرين، وعندنا اذا 1 مولر H3 راح يكون عندنا يلو. فشوف هنا نسوي المخطط، اذا كان بلو معناها اذا هذا اللون يكون لما يكون قاعدي، ولما يكون يلو لما يكون عندنا الوسط يكون حامض. اخرى راح نراجعها هنا، لانه احنا قلنا احنا من طرق لتحضير الصوديوم ستانايت شفناه لما سوينا الكشوفات الخاصه بالبزموث، قلنا انه الستانايت يتحضر من اضافه الهيدروكسيد الصوديوم الى الاس ان سي ال 4، وعند اضافه الهيدروكسيد الصوديوم الى الاس ان سي ال 4 يعني يصير عندنا هيدروكسيد الستانس هيدروكسيد. لما يكون عندنا راسب ابيض شو وقت ما يبدي يختفي هذا الراسب الابيض معناها تحضر عندنا الستانايت ايون، لذلك هذا الكاشف يجب ان يحضر فريش، نكون يعني اني يكون جاهز انيا.
ويحضر ويهيئ قبل إجراء التفاعلات. ليش؟ لأنه هذا نتوقع أنه يعني يصير بعملية الأكسدة بالهواء الجوي، و ممكن أنه هذا ذات أكسد تحول إلى Na2SNO3، ممكن انه ما يأكسد لنا البي اي او او اتش باي 3، وبالتالي ما يكون الكشف ناجح. ايون الستنايت هو يعمل على اختزال هيدروكسيد البزموث الى الميتاليك بزموث، اللي هو يكون راسب اسود او يكون لونه اسود. اذا ايون البزموث اذا ما تكون عندنا هذا الراسب الاسود، يعني انه احنا ما نقدر نتاكد من وجود البزموث لما تكون عندنا هذا الراسب الاسود. اذا تكون راسب يعني راسب يعني براون يكون جوزي، معناها انه هذا مو بزموث. ملاحظه مهمه لكشف النحاس، يقول اذا ما ظهر عندنا اللون الازرق عند كشف النحاس شو نسوي؟ رح ناخذ التست تيوب ونحمضه بالاد سي ال قبل نضيف الكي كي 4 اف اي سي ام باي 6. يقول انه اذا تكون عندنا ريدش براون بريسيبيتيت، اذا تكون عندنا يعني راسب احمر، معناها انه موجود النحاس. هذه الملاحظه هي ملاحظه مهمه اللي هي سبب اضافه البوتاسيوم سيانيد الكي سي ان. الكي سي ان هذا وين راح نضيفه؟ حنضيفه لما نوصل للكشف المميز للكادميوم. قلنا لما نوصل لكشف المميز للكادميوم ضفنا كي سي ان، وهذا الكي سي ان من ضفناه بعد ذلك سوينا عمليه ترسيب الكادميوم على شكل يعني ضفنا ثائس امايد ورسمنا الكادميوم بصيغه سي دي اس يعني كبريتيد الكادميوم. سبب اضافه الكي سي ان هو انه نمنع الكبر بانه يترسب على شكل سي يو اس اللي هو يعني كبريتيد النحاس. شلون نمنعه؟ الكي سي ان هنا لح يعمل على تحويل معقد الكبريك امونيا كومبلكس ايون الى معقد اللي هو سي يو سي ان باي 3، يكون كلرلس كومبلكس معقد عديم اللون. وهذا المعقد ما لح يتفاعل بالهيدروجين سلفايت، وبالتالي ما لح يكون راسب اسود من كبريتيد النحاس. هذا المخطط لح يوضح لنا او يفهمنا شلون انه لو كان عندنا جروبات، خمس جروبات، هاي الخمس جروبات ممكن احنا بنفس التسلسل اللي اخذناه بعمليه فصل الجروب ايونات الطائفه الاولى او ايونات الطائفه الثانيه، لو كان عندنا خمس طوائف راح يكون الموضوع كالاتي: راح نخلي 6 مولار اس سي ال، راح يترسب ايونات الطائفه الاولى ويبقى ايونات الطائفه الثانيه ما تترسب على شكل راشح بالراشح. هذا الراشح حنسوي له نخليه حامض اسيديك ونضيف له ثايوست امايد، راح يتكون يترسب ايونات الطائفه الثانيه. والراشح ايش راح نسوي له؟ حنخليه له وسط قاعدي ونضيف له H2S يعني ثايوست امايد على مود نرسب ايونات الطائفه الثالثه، وهكذا الان نسوي ايونات الطائفه الرابعه والخامسه، وراح ناخذها ان شاء الله بالتسلسل. هذا السلايد راح يوضح لنا شلون من نريد نسوي قائمه او التقرير النهائي للكشف. التقرير يبدي من يعني داير ريبورت شيت، يعني التقرير، ورقه التقرير اللي هي تحليل ايونات الطائفه الثانيه كايونات الطائفه الثانيه. راح نخلي الاسم ورقم الانون، لان انت راح تاخذ الانون راح نعطيك رقمه، وعندنا السكشن يعني الجروب مالتك اذا كانت بي 1 بي 2 بي 3، والزمن تاريخ اليوم، تخليه تاريخ اليوم اللي حتستلم به الانون، والملاحظات. رح نجي على الجدول. احنا على اليسار بالعمود على اليسار حاطين لك الخمس كاتيونات الاساسيه من الطائفه الثانيه. رح نجي شو نقول؟ رح تجي انت تقول يعني تضع انت اللي وجدته من الايونات، يا هو اللي موجود عندك بالانون. المدرس رح يجي شو يسوي؟ رح يوضع الايونات اللي هو يعرفها موجوده بهذا الانون، وبالتالي راح يصير عندنا الدرجة. لي جوا راح يوقع الطالب، وعلى اليمين راح يوقع المدرس، على مود يصير عندنا تقرير متكامل. Thanks for listening.